لكن عملت عودة آمنة أولا. لكن ترجع لما قلت تكثرت قلت أول بنطرون كانت هذه المسرحية. أي إيه؟ كانت هذه المسرحية إيه؟ ففتتن الناس فيه. يعني أتذكر عندنا سكيك القرى قرية الفنطاس سكيك ضيجة, يعني لما يلتقون اثنين بالسكة واحد يعني يوقف عشان يعدي الثاني. إيه فكانت لي خالة جاية من البحر قاسلة هدومها بكشتها على راسها, والتقت في السكة هذه اللي هي سكة الجاسم يسمونها سكة الجاسم, مع واحد لابس بنطرون لأول مرة يشوف تشوف واحد لابس بنطرون. فدخلت البيت العصر وقطت بكشتها وطاحت غشيانة, صحوها رشوها قالت لاقاني رجال لابس بنطرون بنطرون بسكة الجاسم. اليا حال وهذا ركضه على سكة الجاسم اللي تؤدي للبحر. ينطرون هذا الرجال قاعد يسبح, يوم لبس بنطرون ولبس بنطرونه وبنطرونه لحقوه إلين دخل ديوانية من دواوين هالفنطاس وسألوا, كانوا يقولون هذا جاي يشق الماكينة الماي لمزرعة السعيد الأميري. فهذه المسرحية كانت تناولت هذا الرجل, كان شيوعي من حزب الشيوعي العراقي في ذاك الوقت. فانقسمت القرية, يعني افتتن فيه شباب ومشوا معاه في هذا الحزب. قامت ثورة 52 في هذا, وصارت سنة 56 حرب السويس, افتتن الناس في عبد الناصر. فانقسموا اللي شيوعي واللي ناصري واللي قومي عربي واللي طبعا الجامعة الأمريكية بلبنان اشتغلت برضو طلع منها حزب القوميين العرب.